أحييكم بتحيات الإسلام. أنا اسمي طيب القادر من دوار دياب جماعة زوادة إقليم العرائش. كنطالب جميع المسؤولين برمتهم يوقفوا معي في هذه المسألة هذه ويوصل الميساج ديالي بطريقة قانونية ما فيها لا زيادة لا نقصان. أنا إنسان هذا جابتني كما كنقولوا الظروف وسكن ساكن عندنا، وانا ما كنعرفوش بصفه نهائيه لانني انا من المجرمين ما كنعرفهمش، ما خصنيش نعرفهم وما نعرفهمش اصلا. تهجم الوالده ديالي المره الاولى ضربها، والمره الثانيه هرسها كسر في دراعها بشواهد طبيه مسائل 25 يوم شواهد طبيه واكثر من ذلك كنظن لان المده طال شويه. وضرب اختي هرسها بالسلاح الابيض، وما كنسميش انا السلاح الابيض لان السلاح كيكون عند رجال ماشي بحال هذوك المجرمين، شي حاجه كما كنقولوا يعني اللي محرمه اللي محظوره قانونيا يهز الانسان ويضرب بها انسان اخر، لانك تتخلي عواقب وخيمه مع مرور الزمان، لانك تطلع هذاك الشيء كيمشي للمخ ديريكت كيسبب اعاقه ذهنيه وجسدية. وهذا الشيء اللي كتعاني منه الأم ديالي والأخ ديالي، وباستمرار السب والشتم إلى دزتي غير من حدا دارك، وهذه الجريمة اللي ارتكبها قدام الباب ديال الدار ديالنا، ماشي يعني ماشي يعني ماشي لأن ماشي في الدوار مثلا أو في السوق أو في وسط الدار حدا الدار ديال الباب ديال الدار ديالها وفي بحيرتها وفي الجردة ديالها، وما كتأذي حد وسقسيو عليها الناس وما كتأذي حد وما كتأذي حتى شي مخلوق. الدبانة هي الأخرى ما كتأذيهاش، وهو جا وتهجم عليها وهرسها وهرس الأخ ديالي مرارا وتكرارا، السب والشتم ووسائل الفاضحة كما كنقولوا كيرتكبها دائما. تحشم تخرج من دارك لأن هذاك حتال هذاك المجرم خارج كيدير شي مسائل تصرفات خايبة. الله يرحم الوالدين. أنا كنطالب جميع المسؤولين في اي مجال في اي منطقه في اي بلاصه، واخا يكون ما كيعرفنيش كاع، لانه مع الحق، والحق ما كيهرب منه حتى شي واحد، والقانون ما كيهرب منه حتى شي واحد. لان لا يعقل انسان مهرس انسانه ومهرس انسانه اخرى ومطلوق، هذه ما عندها حتى معنى. ما كاين عنده حتى شي سبب، ما كتربطنا معاه حتى شي علاقه، ما كتربطنا معاه حتى شي حاجه. انسان قاعد ما عليه ما بيه، كيجي انسان من برا كيضربو كيهرسو وكيتهجم عليه في وسط دارو، هذا هو السبب، ما كاين حتى شي حاجه اخرى. يعني الغايه كما كنقولوا ما عارفهاش، انا ما عارفهاش، هما يسالوه، يعني هما خصهم يسالوه يعرفوا السبب علاش، لان انسان عايش يضرب انسان علاش. وبزياده على ذلك ماشي انسان مع انسان، كون كان شخص مع شخص ماشي مشكل، غنقولوا راه تفاتنوا في برا ولا راه هذه انسانه ومراه كتجاوز العمر ديال امه، يعني انسانه ما عاد تقدر لا تضرب ولا تعاير ولا تدافع على نفسها ولا يديك ولا يخليك. وما بقيتش نحمل انا كلمه الجار، لان الرسول صلى الله عليه وسلم على الجار اللي كان جار حق، اما هذول ما بقوش الجيران في هذه اللحظه، هذه ما كايناش الجيران في هذه المنطقه، هذه ما كاينش الجيران نهائيا بصفه نهائيه. ما بقاش سميه الجار، لان ما بحال ملي كتشوف هذه المشاهد هذه كتنفي بان كلمه الجار كاينه. انا تعرضوا لي انا لانهم سمعوا الاخبار، كنظن وقال الله جات شي اخبار بانهم يعني يلحقهم شي حكم ولا شي حاجه، تعرضوا لي لهي. انا كنمشي للحق الحليب ديالي، يعني كنوصل القربات ديال الحليب ديالي، وجاي في حالتي تعرضوا لي هما بجوج، ما عندهم حتى شي شغل في هذيك المنطقه في هذيك البلاصه اللي كندوز منها انايا نهائيا، لانهم اصلا ما كانوش كيدوزوا منها. اول نهار كنشوفهم في هذيك النهار سيبوا لي الحجر، ضربوني ثلاثه الضربات وريتهم شي اشخاص، ثلاثه الضربات في البطن ديالي او اربعه، لان هو السيب الاول ولا وهي عاودتني الثانيه. انا مرا ما كان تفادنش معاه وما كان عايش فيها، قلت لها هي مرا ليا بتقار، انا كون كان جاني هو بهديته انا وياه كانت مساله تقدر تغير، اما من تي مرا ما اديكش. ومشيت في حالتي ضربتني وسيبت عليا التراب والحجر
وكتعاير ومهم ما نقدرش، واخا نقول اللي قلت كنقول غير النص، هادشي اللي كنقولو كامل كنقول غير النص، لان المده شويه كطوال وكنبقاو نتسناو الحكم حق دابا يجي وهذا وهذا، ومسائل الشواهد الطبيه انا كنقولهم يعني كاينه. ها ما عندهم هاد الناس هادو الشواهد الطبيه، ما عندهم شكايه للوكيل الملك، هاد الناس هادو داير الاجراءات ديالهم كامل. وكنشكر قناه شوف تي في، ها هي شكايه سعاده الوكيل الملك، شكايه الشهاده الطبيه، هاد الناس هادو ما كيطلبوا حتى شي حاجه، كيطلبوا في التحقيق، ديروا تحقيق لهاد الناس هادو ويشوفوا اللي عنده شي حق يديه. هاد السيد هذا راه معدي عليهم ومكرفص عليهم، يعني الناس بغات تهجج من الدار ديالها، بغات تهرب بحالها، كيقول لك انا صدر خوي من هادشي هذا. واش لا يعقل المراه عندها في عمرها 80 سنه مريضه بالسكر والطونسيو كيجي هاد السيد يتعدى عليها، والسيد خدام هو اللي عند مو خدام عليها، ورغم ذلك ما مهنيش علاش، كيقول له الحد ديالي انا خصني ندخل لك الارض ديالك، انا خصني ندخل للدار ديال الارض ديالك. راه جات الصحافه شافت الحدوده وشافت هذيك، وهو رغم ذلك كيجي كيدخل بالليل، كيجي كيبقى يحفر ويدخل لعند الحدود. هاد الناس هادو شنو الغايه ديالهم هاد الشيء هذا؟ هاد الناس معدين عليهم بزاف، كنطلبوا من جهات المسؤوله تدخل. الله يجازيكم بخير، يتاخذوا الحق ديال هاد السيد هذا مسكين.